مباراة الودية الثانية تمشي كرة لصالح نادي صفاقسي عن طريق مراد الهذلي. مراد الهذلي فما مطالبة بمخالفة لحسام بن علي لصالح النادي الرياضي صفاقسي. الحارزي يتقدم لتنفيذ ضربة جزاء. الحارزي والهدف الأول، الهدف الأول للنادي الرياضي صفاقسي عن طريق الأيمن الحارزي بضربة جزاء. تغيرت النتيجة هنا بملعب سكرة، هدف لصفر لصالح النادي الرياضي صفاقسي. ماهر الحناشي إلى وسيم كمون، وسيم كمون إلى زموري، زموري بدوره إلى الحرزي، الحرزي كريس في اتجاه حسام الواتي، كريس حسام الواتي لين دو، كريس 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 كريس، والهدف الثاني للنادي الرياضي صفاقسي عن طريق اللاعب كريس يمضي على الهدف الثاني للنادي الرياضي صفاقسي. تغيرت النتيجة مرة ثانية. التنفيذ لنعيم حمدي ينفذ، حارس المرمى موجود لكن ما يتحكمش في كورته، والهدف الرابع للنادي الرياضي صفاقسي، الهدف الرابع للنادي الرياضي صفاقسي عن طريق اللاعب اكان. ثنائيه لهذا اللاعب منذ دخوله في هذا الشوط الثاني. دفاع فريق المستقبل الرياضي بسكره، مقطوعه الكره من اللاعب الرقوب ثم القربي في 18 متر يصوب، والهدف الخامس، الهدف الخامس للنادي الرياضي صفاقسي عن طريق اللاعب القربي.